love you. الآن من استقبال حسومات لغاية 50% على السجاد. بيتي أحلى، بيتي أجمل مع استقبال. نشرة أخبار ثانية وربع من صوت لبنان مع تحيات ميشيل الصيفي والمخرج سيمون مصور. العناوين: توتر في الاستئناف ومزهر يتبلغ كف يده. أبيض يعلن عن الأدوية التي لن يرفع عنها الدعم. أدوية السرطان والأمراض المستعصية، غسيل الكلى، هيدي الدعم عنها 100%. اجتماع في السراي لدعم قطاع الكهرباء. لودريان لاستئناف المفاوضات النووية من حيث انتهت. لك هيدا اللي قدامنا كيف عم بيزحط يمين وشمال؟ لازم له ناكسن. شو هيدا دواء؟ زد لهم ثلاث حروف ليب. دواء ليب. ايه دواء ليب ناكسن، هن الدواء بالصيفية وبالشتوية، سعر ممتاز ونوعية، نقشات وقياسات وكوري 100%. دواء ليب ناكسن، لمعرفة أقرب وكيل الاتصال برفيق البواب وشركاء 01-340-888. ناكسن، هن الدواء ليب. الحرب القضائية مستمرة وآخر فصولها تبلغ القاضي حبيب مزهر طلب رده عن ملف التحقيق العدلي، الأمر الذي أغضبه وأشعل توترا حادا في محكمة الاستئناف. الحرب السياسية مستمرة وآخر فصولها تأكيد حزب الله مجددا رفض استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ومغادرة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي خائبا من لبنان. في هذا الوقت اجتماعات ميقات مستمرة وعمل الوزراء في وزاراتهم مستمر، كل شيء من حولهم يشتعل وهم يحاولون إطفاء النار الملتهبة بكوب صغير من الماء. كف يد القاضي مزهر عن ملف التحقيق العدلي ومجموعة نون تختم مكتبه بالشمع الأحمر. التفاصيل لمجدون نعيد. استطاعت مجموعة نون النسوية من قلب المعادلة، فبعدما نجحت السلطة في شل التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ، تمكنت مجموعة من النساء من الدخول إلى قصر العدل وختم مكتب القاضي حبيب مزهر بالشمع الأحمر، بعدما تواجهنا معه احتجاجا على ممارساته فيما يتعلق بإعاقة التحقيق. بس تسألوا عني، سألنا عن الجريمة العدلية كلها، محامين وقضاة. ألكسندرا ماتت احدى الناشطات تحدثت عن الامر عبر اذاعتنا. نحن مجموعه نسائيه عملنا التحرك اليوم لنذكر انه في ملف انفجار اللي صار، ونحن قضاة شايفين كيف هن عم بيمرقوا الملف من ايد لايد وما حدا عم بياخذ مسؤوليته، فنحن كمواطنين لبنانيه كليتنا ضحايا. الصراعات القائمه داخل جدران قصر العدل استمرت اليوم، حيث حصل سجال بين عدد من قضاة محكمه الاستئناف في حضور الرئيس الأول القاضي حبيب رزق الله في مكتب مزهر إسر تبلغه طلب رده عن ملف التحقيق العدلي إلى أن كفت يد مزهر عن التحقيقات في تفجير المرفأ. وفي وقت حضر المحقق العدلي القاضي بيطار إلى مكتبه، اجتمع بعدد من محامي الادعاء، وتقدم وكيل الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بدعوى إحالة كل من القضاة جنات حنا وجوزيف عجيئة، نوال كرباج، ناجي عيد وروزين غنطوس على التفتيش القضائي. من قصر العدل، مجدولين عيد، صوت لبنان.
أكد أن أب قاسم هاشم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري مع إعادة لملمة الأمور في قضية تأزم العلاقات مع دول الخليج، وقال لصوت لبنان: الرئيس بري مع أن تكون هنالك محاولات شتى على كافة الصعد وعلى كل المستويات لإعادة الأمور إلى نصابها، لأن لبنان ضمين بعلاقاته الجيدة والطيبة الأخوية مع كل أشقائه، وأعتقد لو ما كان لبنان ينادي بالسوق العربية المشتركة لم يكن هنالك أصوات تصل إلى هذا المستوى، وكان يعتبر أن هذا مدخلا لتمثيل العلاقات العربية العربية. فلبنان دائما وأبدا بكل مستوياته حريص وضمين بهذه العلاقات. الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أكد أن ما خلص إليه في ختام جولته على القيادة اللبنانية أن الجميع متمسك بعلاقات طيبة وصحية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج جميعا، وأضاف لسكاي نيوز عربية: لا توجد ممانعة من أن يقوم لبنان باتخاذ هذه الخطوة رغم وجود ضغوط وتعقيدات داخلية حالت حتى الآن دون اتخاذ هذه الخطوة الضرورية. وإلى تغريدة اليوم: غرد السفير السعودي وليد البخاري عبر حسابه على تويتر كاتبا: رائعة مونتسكيو من كتاب روح القوانين وخلاصة تأملاته، القانون يجب أن يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحدا. نتابع النشر بعد الفاصل، وفيها بنزين مخشوش في السوق. في مانشيت المساء: تعطيل الحكومة بانتظار التسوية أو الذهاب إلى تصريف الأعمال، أين وصل التفاوض مع قرداحي؟ وهل تكفي استقالته كبداية لحل الأزمة الدبلوماسية مع الخليج؟ الانتخابات النيابية والشبهات التي تحوم حول إمكانية تأجيلها، وماذا عن اتحاد قوى التغيير والمعارضة؟ ملفات إقليمية وحياتية أخرى نناقشها مع العميد الركن المتقاعد خليل الحلو. مانشيت المساء بعد نشرة الخامسة والربع، إعداد وتقديم مروان الأدوم. في الشأن الصحي، أكد وزير الصحة فراس أبيض منبع عبدة أن أدوية الأمراض المزمنة بدأت تصل إلى الوزارة والمستشفيات وسيلمس المواطنون نتائج فعلية قريبا. للأسف كلنا بنعرف أنه التكاليف اللي على المستشفيات ارتفعت بشكل كتير كبير، للأسف حاليا المواطن هو عم يطلب منه أنه يدفع هالفروقات. نحن بوزارة الصحة هنالك اتفاق قريبا حنعلن عنه مع البنك الدولي، واللي حيقدر يأمن زيادة بمقدار 3.5 أضعاف على اللي عم يندفع للمستشفيات بالتعرفة، وطبعا هيدي بتشيل عن يعني كاهله للمواطن، علما انه هذا جزء من الحل، وهنالك حلول اخرى عم نطرحها كذلك لحتى نخفف عنه للمواطن وخاصة موضوع المستلزمات. ومن ساحة النجم، أعلن أبيض بعد اجتماع لجنة الصحة النيابية عن الأدوية التي لن يرفع الدعم عنها: أدوية السرطان والأمراض المستعصية هيدي الدعم عنها 100%، بلشت توصل منها، في أشياء كذلك عم توصل هالأسبوع، هنالك حوالي 40 دواء مفروض نحن بمركز الكارانتينا توزيع الدواء التابع للوزارة يصيروا مأمنين، وحيصيروا مأمنين كذلك بالمناطق. كمان من الأدوية اللي ما حيرفع عنها الدعم أبدا حتكون مدعومة 100% هي أدوية الأمراض العقلية والنفسية، وكذلك الأدوية اللي تستعمل بالمستشفيات لحتى نحن نتجنب أنه ينزاد الأعباء بالمستشفيات اللي عم تنحط على المريض، وكذلك موضوع غسيل الكلى حيبقى مدعوم 100%. النائب عاصم عراجي أشار بدوره إلى أن وزارة الصحة ستعلن بعد فترة عن اللوازم الطبية المدعومة وعن أسعارها. بعض التحاليل أحيان واحد مثل فيتامين دي أو فيتامين بي، هودي ليش بدنا ندلنا نحن داعمين هودي الكواشف الطبية طبعا؟ لا، في كتير شغلات بندعمها، مثلا فحوصات الفقر الدم، فحوصات القلب، فحوصات الكبد، هودي حيدلون يعني الكواشف مدعومة طبعا، بس في كواشف تاني مش لازم ندعمها دعم 100%، يعني فينا ندعم 65% بالهودي اللي قلنا الكواشف المهمة.
في السرايا ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء وإصلاحه. وزير الطاقة والمياه وليد فياض أوضح أثر اللقاء أن الاجتماع درس المستلزمات والخطوات اللازمة لتنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا، وقال نتعاون معا لإنجاز خطط العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة بإصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل عليها مع الوزارات والإدارات المختلفة. المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروش كوماجاه أشار بدوره إلى أن البحث تناول اقتراح البنك الدولي لدعم الإصلاحات في قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن هذا البرنامج ستتم مناقشته في الحكومة التي نود أن نعمل معها من أجل تسريع الإصلاحات في قطاع الكهرباء، ما يجعله قطاعا أكثر استدامة. شددت منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي في تغريدة على أن معالجة أزمة الوقود في البلاد هي من أولويات خطط الاستجابة للطوارئ الهادفة إلى التخفيف من معاناة الناس، وأشارت إلى تسليم أكثر من 2.23 مليون لتر من الديزل إلى 445 منشأة، ما ساهم في ضمان استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية واستمرار عمل 14 مستشفى من المستشفيات العامة. محطات تخلط البنزين باعتراف المدير العام لمنشأة النفط أوروريف غالي، فمن يحاسب على التلاعب؟ تقرير مروان الأدو. وكأنه لا ينقص الشعب اللبناني إلا هموم فوق همومه ومزيد من الغش والخداع في كل ما يستهلك يوميا. بالأمس لفتت المدير العام للنفط أوروريف غالي أن هناك محطات تخلط البنزين كون البنزين غال ويتم خلطه بمواد أرخص، ومن هذا المنطلق بدأت المديرية بأخذ عينات إلى المختبرات من المحطات من أجل التأكد من نوعيتها. عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج لبراكس لفت إلى أن المادة تصل بمواصفات عالية إلى لبنان، أما الغش يكمن في خزانات عدد من المحطات في لبنان. بيخلط البنزين بس توصل على المياه اللبنانية ما فيها تفرغ حمولتها بدون ما يكون بحوزتها إذن تفريغ صادر عن وزارة الطاقة والمياه، ووزارة الطاقة ما بتعطي إذن تفريغ إلا من بعد ما ياخدوا عينات من الباخرة ويفحصوها بعدة مطارح وتكون مطابقة للمواصفات اللبنانية. يعني البنزين بس ينزل من الباخرة على مستودعات الشركات بيكون مطابق للمواصفات، بس يطلع من مستودعات الشركات ويروح على المحطات كمان بيكون طابق للمواصفات، ومفروض بمحطات البنزين ينباع للمستهلك كمان مطابق للمواصفات اللبنانية. والأغلبية ساعة من المحطات تشتغل بهذه الطريقة. هلأ في حال صدف وإنه صار في بنزين متلاعب بنوعية ومخلوط بإحدى المستودعات بالمحطات، هون على وزارة الاقتصاد تعمل شغلها، لأن وزارة الاقتصاد من دورها هي مراقبة الأسعار والنوعية والكمية المعطاة بمحطات البنزين. هيدا ما فينا نعمم، إذا صار في شيء حسب ما صرح المدير العام أوروريف غالي بيكون استثنائيا، بس ما فينا نشمل كل المحطات. أكثرية الساحة بتبيع البنزين بمواصفاته الحقيقية المطابقة. ببحث استقصائي علمت صوت لبنان أنه من الممكن أن يتم خلط البنزين بالمازوت والكاز أو الغاز لمضاعفة حجمه، ومؤخرا بالكربيور والمياه، وهنا الكارثة. مروان الدوم، صوت لبنان. بحث وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا مع وفدين من البنك الدولي الإجراءات التنفيذية لتصدير الغاز المصري إلى لبنان. وحسب بيان لوزارة البترول المصرية، فإن مسؤولي البنك الدولي أكدوا أنه يتم حاليا العمل مع الجانب اللبناني لضمان تسهيل وصول الغاز ودعم هذه الإجراءات لما تمثله من نموذج متميز للشراكة الإقليمية بالمنطقة. لفت الوزير جورج بوشيكيان إلى أن وزارة الصناعة ستتخذ الإجراءات الرقابية اللازمة لتمكين الصناعة وزيادة الثقة بالمنتج اللبناني. أعلن وزير الشباب والرياضة جورج كلاس عبر تويتر أن من حق اللبنانيين والمغتربين أن يشاهدوا مباراة كرة القدم، ولفت إلى أنه سيسعى جاهدا لتحقيق هذا الأمر بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحاد. الملاعب صورة لبنان، ختم كلاس تغريدته. في رسالة إلى نظيره الصيني في الذكرى 50 لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قال رئيس الجمهورية ميشيل عون نتطلع إلى ثبات الصين في دعمها للبنان وسط التحديات التي يواجهها ولدفع التبادل التجاري قدما في القطاعين الرسمي والخاص.
اجتمع قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائاني في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي وعبر عن امتعاضه لمحاولة اغتياله، كما اجتمع قائاني بقادة فصائل عراقية مسلحة وطالبها بالتهدئة. قائد الجيش الإيراني حبيب الله سياري أكد استعداد بلاده لتهديد مصالح الأعداء في المنطقة، وسنفعل ذلك إذا اقتضت الضرورة، مشددا على أن إسرائيل تزعزع أمن المنطقة، ويخطئ من يظن أن التحالف معها سيجلب له الأمن، وحذر من أن رد إيران على أي تهديد يستهدف أمنها القومي لن يقتصر على حدودها. وزير الخارجية الفرنسية جان-إيف لو دريان رأى وجوب استئناف المفاوضات النووية من حيث انتهت في حزيران الماضي، وقال أن على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعلنت إيران أنها رصدت اقتراب مسيرات أمريكية من منطقة مناورات بحرية وبرية وأنذرتها بوجوب المغادرة. حذر رئيس الوزراء البولندي من أن الموجة غير المسبوقة من المهاجرين الذين يحاولون دخول بولندا بصورة غير قانونية من بيلاروسيا تهدد أمن الاتحاد الأوروبي برمته. وزارة الدفاع البيلاروسية نفت من جهتها مزاعم وورسو بأن مينسك تقف خلف موجة المهاجرين، وأكدت أن الاتهامات لا أساس لها. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجة الحرارة لتعود ضمن معدلاتها. كان في هذه النشرة توتر في الاستئناف ومزهري يتبلغ كف يده. أبيض يعلن عن الأدوية التي لن يرفع عنها الدعم. أدوية السرطان والأمراض المستعصية، غسيل الكلى، هيدي الدعم عنها 100%. اجتماع في السراي لدعم قطاع الكهرباء. لودريان لاستئناف المفاوضات النووية من حيث انتهت. بهذا نصل إلى ختام النشرة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.